الو، كم مره قلت لك بعدين معك؟ انا مشغول مش فاضي. ايش فيه؟ الولد تعبان. طب انا شو دوري في الموضوع؟ انا طبيب اطفال مثلا بترن علي، انا اعطيه خفض حراره يا عمي، اعطيه دواء التهاب. ايش بدي اعمل لك انا؟ ايش بدي اعمل لك؟ ليش بدك ترن علي؟ انا مش فاضي، انا مش فاضي اخي. النسوان ما في وراهن الا وجع الراس، والله بدهن ايانا نترك شغلنا وبس نبلش بقصصن. والمشكله يا ريت قصصن بضيق لهن طعمه، كلها حكي فاضي بفاضي يا زلمة، مفيش شي. ألو، نعم، بعدين معك؟ أنا مش فاضي. إيش صار؟ الولد مات؟ يعني أنا سيارة نقل موتى مثلا؟ أنا مدافن شايفيتني؟ واحكي مع أخوكي نزل لنا نائب الجريدة وخلص. يعني أنا كل شوي بتكترن علي، إيش فيه؟ شو هذا؟ يا زلمة النسوان مواضيعهن فارطة وبدها إياك حرها ونارها. إذا بتحسك أنت مش داخل معها بالقصص التافهة لازم تدخلك معاها، ولازم يعني ما بتقدر، ما بتقدر لا وقت مناسب مش مناسب، تعبان مش تعبان. مواضيعها التافهة لازم تحشيها في كل وقت، الله وكيلك ما إلها لازمة. ألو، شو صار؟ البيت ولع؟ انحرق؟ انتوا في الشارع صرتوا؟ يس. طب انا شو دوري الان؟ انا معلش بترن علي، انا شو دوري؟ انا اطفائيه مثلا، رن على الاطفائيه، رن على الدفاع المدني يا عمي، انا شو خصني؟ ايه انا مش فاضي، انا قلت لك لا ترن علي، انا مش فاضي، اعتبريني مش موجود. خلص يلا سلام. مواضيعها كلها تافهه في تافهه يا زلمه، واحنا مش فاضيين. الدور على مين يابا؟ روح. ايوه معك دخان؟ هات لك سيجاره، والله سمت بدني، هات لك سيجاره.